قال الزجاجي: مجلس الأصمعي مع ابن الأعرابي عند سعيد بن سلم. حدثني أبو جعفر أحمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال أخبرني بعض أصحابنا أن السبب في طعن ابن الأعرابي على الأصمعي وقدحه فيه أن الأصمعي دخل يوما على سعيد بن سلم وابن الأعرابي يؤدب حينئذ ولده، فقال لبعضهم: أنشد أبا سعيد. فأنشد الغلام لرجل من بني كلاب شعرا رواه إياه ابن الأعرابي وهو: رأت نضو أسفار أميمة قاعدا على نضو أسفار فجن جنونها، فقالت: من أي الناس أنت ومن تكن؟ فأنك راعي صرمة لا تزينها. فقلت لها: ليس الشحوب على الفتى بعار، ولا خير الرجال سمينها. عليك براعي ثلة مسلحبة يروح عليه محضها وحقينها. سمين الضواحي لم تؤرقه ليلة، وأنعم أبكار الهموم وعونها. ورفع ليلة فقال له الأصمعي: من رواك هذا؟ فقال: مؤدبي. فأحضره واستنشده البيت، فأنشده ورفع ليلة، فأخذ ذلك عليه وفسر البيت فقال: إنما أراد لم تؤرقه ليلة أبكار الهموم، وعونها جمع عوان، وأنعم أي زاد على هذه الصفة. وقوله سمين الضواحي يريد ما ظهر فيه وبدا سمين. ثم قال لابن سلم: من لم يحسن هذا فليس موضعا لتأديب ولدك، فنحاه. وأنشدني هذه الأبيات أبو الحسن قال: أنشدني ثعلب عن ابن الأعرابي